ومن شبابك لهرمك ومن حياتك لموتك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ذلك أننا نعمل الطاعات في وقت عافيتنا تنفعنا في وقت الشدائد. قال تعالى في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين قبل أن يبتلى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، على الأشهر من وجوه التفسير. فتسبيحه وصلاته في حال عافيته نفعته في حال الشدة. وكذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، أعمالهم الصالحة في وقت العافية نفعتهم في وقت الشدة. فالأحوال لا تمضي لك كما تريد وكما تشاء، إنما تعتريك التغيرات التي تعتري بني آدم. الله قال: ما قسمتم، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وكما قل: قال إذا هبت رياحك فاغتنمها. أنت الآن ميسر لك طلب العلم، غدا قد يحال بينك وبينه، غدا قد تخرف يذهب عقلك. فخذ من شبابك لهرمك، من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، من غناك لفقرك. تكون